يعني انت بدأت مرشد سياحي، اتخرجت من الجامعة. انا كلية تجارة برضو عشان بس تاخد بالك، يعني الصراحة يعني عندي دايما محاور مختلفة. خلصت تجارة، انا ما بحبش الارقام والتجارة، وانا في تجارة درست في معهد الثقافة الاسباني اللي هو سيرفانتس، وانا بدرس كنت طالب يعني شبه متوسط في التجارة، في الاسباني متفوق، واخد كمان عمل وكان في مسابقة عن الشعر. ففجأة ترجمت قصيدتين من اللي انا كاتبهم، فجأة لقيت سفير اسبانيا والقنصل الثقافي وصورتي في الاهرام في الصفحة الاخيرة. الكلام ده 2003 يمكن، وفجأة اكتشفت الشعر اللي جوايا. تمام، هو موجود بس المواهب محتاجة حد ينورها، حد يتبناها حد كده. حد يديها دفعة، واخد بالك؟ من الفكرة دي بدأت أعمل فرقة الجميزة، وفضلت أجيب شباب وأدربهم لمدة سنة اتنين، ودخلت بيهم مهرجان اس او اس. ده مهرجان جامد جدا، كان في الألفينات، وده كان الدفعة الأولى من الفرقة، وبعد كده شباب تانيين، وهكذا اشتغلت مع طبقات المجتمع المختلفة، الغلابة، المتوسطين، الهاي كلاس بتوع الجامعة الأمريكية، كلهم دول في مشروع بيناقش فكرة الهوية.